مساءكم جمال، مساءكم راحة، مساءكم جمال كجمال قلوبكم أيها الغالين خلف الشاشات، متابعينا ومتابعين برنامج زد رصيدك، ومتابعين بالتحديد فقرة المطبخ. نرحب بالشيف الكبير المميز أبو عناد. أنا مالي خاطر كذي في الصيح، خليني أرحب وأسكت بس. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا رجالة؟ أهلا وسهلا. عاملين إيه؟ الحمد لله. كيف معكم سعادة العمدة؟ عمدة القرية؟ عمدة القرية. أهلا وسهلا. عاملين إيه؟ الحمد لله. كيف كنت؟ الحمد لله. عاملين إيه؟ هذا محمد خال. حلو حلو حلو. الله مرحبا. حلمي. أنتوا فريق صح؟ أنا فريق، أنا عبد الرحمن. كيف تفهمون بعض؟ بندقش والله يا فريقها. خلنا على حسب معرفتنا العامة زي الكبسة، بس إنها تتميز إنك تسبك وبعدين تضيف الرز، بعدين تمزج، بعدين لما تغرفه ياخذ الالوان الطبيعيه وياخذ اللون كامل مع النكهه طبعا. هذا هو صندوق عبد الله وانس. ايوه هو